طلعي وراكي، هي الكل صار جاهز، وحدة عملت محاشي، وحدة عملت كبسة، ايه وحدة عملت الحلو. شو ما كان الأكل يلي عم تساووه ومهما كانت الكمية لازم كل شي نحط بالعلب، ونحنا رح نكتب على العلبة الكمية ونوع الأكل يلي عم ناخده من كل حدا، وطبعاً بنهاية الشهر كل واحد بياخد حقه. وماندا رح تساعدني، انتي رح تكوني المحاسبة وتستلمي كل الحسابات. تكرمك عالفي، أنا بهتم بالحسابات. جوعانة، حدا يطعميني. مين هي؟ شحادة، مين بدها تكون؟ وشلون عرفتي نيتو؟ أنا قصدي مبين عليها هيك. بتكون كتير جوعانة. ماندا، رح أخذ لها شوية أكل من عندك. إيه؟ إيه طعمية طعمية. رح ينهبوا المطعم من قبل ما يصير. معقول فاتحين مطعم وعنا كل هالأكل وما نطعمي حدا محتاج؟ كالفي أنا شوي وبرجع. إيه ماشي، يلا روحي. بابا قلي معقول يجي حدا لعنا بهذا الجو؟ لا تخافي رح يجوا. هاي كاملة طعمة الشحادة الجوعانة من الصبح. ايه تفضلي اختي. هلا بتشوفي بعينك، رح يجي 10 غيرها.